عقد مجلس النواب جلسة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم استعراض عددا من طلبات الإحاطة حول قطاع الري والموارد المائية. من جهتها أكدت الحكومة حرص القيادة السياسية على إطلاق مشروع تأهيل الترع لتوفير الاحتياجات المالية اللازمة المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لاستكمال نظر مشروعات القوانين والموضوعات المدرجة على جدول أعماله. وخلال الجلسة تم استعراض عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب، خاصة بقطاع الري والموارد المائية. بسأل بقول ما هي خطة الوزارة لاستغلال الأمثل وتحقيق الاستفادة الاستثمارية القصوى لضفاف نهر النيل بفرعيه، وخاصة في محافظة الدقهلية، لزيادة موارد الدولة وإتاحة فرص عمل للشباب. خطة الوزارة للتعامل مع الفقر المائي وتنمية الموارد المائية ومنع إهدار المياه، وكذلك خطة ترشيد استخدامات المياه الفترة الحالية والقادمة. السؤال الثاني، ماذا عن التعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة لتغيير السياسة الزراعية المصرية؟ لأن احنا كلنا عارفين ان قطاع الزراعة بيستهلك اكتر من 80% من اجمالي الموارد المائية. من جهتها اعلنت الحكومة انها تعمل بشكل جاد لحل اي مشكلات متعلقة بالترع، مشيرة الى حرص القيادة السياسية على اطلاق مشروع تأهيل الترع لتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه. وهكذا يواصل مجلس النواب مناقشة القرارات والقوانين، ويطرح التساؤلات التي تهم المواطنين بهدف تقديم خدمات متميزة بسهولة ويسر، فضلا عن تقديم تشريعات تسهل عمل الحكومة.